مرابطون على جبهة الخطر منذ أكثر من 14 ساعة. رجال الحماية المدنية يواجهون ألسنة اللهب في حريق نشب ببلدية كنديرة ولاية بجاية. تم إخماد الحريق على الساعة 6 صباحا لليوم الموالي، دعمت بإمكانيات أخرى على رأسها إمكانيات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية وكذلك رتل المتنقل لولاية بجاية وكذلك شاحنات لمحافظة الغابات لولاية بجاية. 45 هكتارا من أدغال البلوط الأخضر هي الخسائر المسجلة، ورغم إخماد كل النيران إلا أن المراقبة مستمرة في عين المكان.